العناكب الطنانة والثعابين والقوارض قد يكونون مخيفين بالنسبة للبعض، ولكن هناك مجموعة أخرى من المخلوقات الصغيرة يمكن أن تكون أكثر خطورة بكثير، إنها الحشرات. فهذه المخلوقات الصغيرة قادرة على تحمل الظروف القاسية والتكيف مع مجموعة واسعة من البيئات. وفيما يلي أخطر الحشرات في العالم: نملة النار. تعتبر نملة النار من أخطر النمل في العالم، إذ تتميز بلونها الأحمر الغامق ولسعتها القوية. تعيش هذه النملات في مجموعات كبيرة، وعندما تشعر بالتهديد تهاجم بشكل جماعي، مما يؤدي إلى لسعات مؤلمة وقد تسبب حساسية شديدة لدى البعض. بعوضة الإنفلونزا. تعتبر البعوضة الناقلة الرئيسية للعديد من الأمراض المعدية مثل الملاريا وحمى الضنك وزيكا. تنقل البعوضة